خلينا نروح لأجواء ما بعد المباراة ونحتفل بهذا الفوز الكبير مع ناقد الرياضي محمد جمال. مساء الخير عليك يا محمد، وألف ألف مبروك المباراة. ولو تنقل لنا الأجواء ما بعد المباراة، كولر بيقول إيه اللعيبة، اللعيبة بيقولوا إيه لبعض، انقل لنا كده الأجواء وألف ألف مبروك. كتر بدايه الله يبارك فيكي. بس اكيد الاجواء كلها واصله لنا في مصر طبعا على نجاح كبير جدا طبعا للنادي الاهلي، وان هو يفوز على فريق اوراوا الياباني النهارده في رباعيه مقابل هدفين. يمكن اوراوا الياباني مش فريق ضعيف يا جماعه، ده بطل دوري ابطال اسيا السنه اللي فاتت، كل الفرق الموجوده في كاس العالم للانديه دي ابطال قارات، مش فرق بسيطه ولا فرق سهله، ما فيهاش فرق ضعيفه يعني، كلها فرق قاعد بطوله قعدت فيها سنه بتنافس انها تفوز بلقب، لقب غالي بيؤهلها لبطوله كاس العالم للانديه. يمكن دي كمان يمكن ميزتها انها كانت اخر بطوله كاس عالم انديه قبل النظام الجديد اللي هيقام بدايه من 2025، بقى زياده عدد الانديه وان هو يكون موجود في 32 نادي كانه كاس عالم مصغر للمنتخبات، يكون بقى كاس عالم انديه كمان، ده مهم جدا جدا. واخر نسخه كمان بالشكل الصغير ده من الانديه. يمكن النادي الاهلي هو الرقم القياسي اللي موجود دايما في كاس العالم للانديه، يمكن دايما اي بطوله موجود فيها النادي الاهلي بتحس انها خدت متابعه اكتر، بتشعر انها خدت رغبه اكتر من الجميع انه يشاهدها، دايما بتلاقي فيه لقطات تاريخيه، لقطات ما تنساهاش. يمكن النادي الاهلي من اول مشاركه ليه في 2005 وهو نادي ليه بصمه، يمكن كانت اسوأ مشاركاته مثلا في 2005 في 2013، ولكن بقيه المنافسات كلها المشاركات كلها اللي باقيه كلها ليها بصمه. بتتكلمي من 2006، بتتكلمي في 2008، بتتكلمي في 2012، بتتكلمي حتى في 2000 الثلاث سنين بتوع السنتين بتوع ميتسو موسيماني وسنه مارسيل كولر اللي هم 2020 و2021 و2022، بتتكلمي على نجاحات كبيره جدا حتى في كاس العالم الحالي. يمكن انت قلتي في الانترو بتاع حضرتك على ان رغبه الجماهير كانت اكتر من ده، فده يقول لك قد ايه النادي الاهلي بيطمح دايما لتحقيق بطولات يعني ما كانتش تخطر قبل كده على بال عدد كبير جدا من الناس ولا من اللعيبه ولا من الانديه ولا حتى في الكره المصريه، انه ينافس على لقب كاس عالم أندية موجود فيها بطل دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي، موجود فيها فلورنسي بطل أمريكا الجنوبية، موجود فيها بطل آسيا، موجود فيها الاتحاد السعودي بكل الصفقات الكبيرة جدا اللي تعاقد معاها فابينيو وكانتي وكريم بنزيما وكل الناس دي كلها. ولكن البطولة الحالية الناس زعلانة شوية إنه كانت بتمني النفس بعد عرض اتحاد جدة الكبير والفوز بنتيجة 3-1 إنك تفوز على فلورنسي ونقابل السيتي، كان ده طموح الجمهور وطموح اللعيبة. ولكن يمكن ماتش فلورنسي هو جالك بعد ماتش انت كنت مجهوده بشكل كبير جدا، فيه اجهاد بدني كبير قوي، وماتش فلورنسي كمان كان محتاج مجهود كبير والنادي الاهلي ما بيريحش. ولكن انا بشوف النهارده انها تختم ببرونزيه الرابعه على الرابعه في تاريخك، اعتقد ده انجاز كبير جدا للكره المصريه، وانجاز كان مهم جدا في اخر نسخه بالشكل ده. عشان نكون واضحين 2025 هتكون اصعب طبعا. صحيح. جدا 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 انك توصلي للمراحل دي، ولكن تظل النهارده النادي الاهلي بيحقق رقم قياسي كان مهم جدا يحققه. طيب امام عاشور النهارده رجلا للمباراه، شايف ده ازاي بعد الانتقادات اللي كانت يعني الجمهور بيوجهها له بعد الماتش اللي فات، واداء اللعيبه النهارده شايف ازاي ياسر ابراهيم وشايف عبد المنعم وعلي معلول والاحتفال الكبير حسين الشحات كريم فؤاد، شفت المباراه ازاي؟ بص بالنسبه لامام عاشور، يمكن امام عاشور في نص موسم شايف بنفسه انه يقدر يحقق حاجات كتير، كان في نص موسم خد برونزيه كاس عالم انديه، ده بالنسبه له اكيد شيء جديد جدا بالنسبه له، شيء امر بالنسبه له صعب جدا ان هو يقدر يتكيف على كم البطولات اللي بيلعبها مع النادي الاهلي. يمكن امام على الرغم من قصر المده مع النادي الاهلي حتى لحد الان، بس عدى بمراحل كتير امام، عدى بمرحله ان مثلا كولر يزعل يقعده شويه، يزعل من مستواه تراجع، مستواه يزيد، ولكن انا بشوف ان امام لو ركز بس مليار في الميه هيكون مستواه رائع، هيكون اساسي في منتخب مصر بشكل دائم، هيكون هو لاعب بتبني عليه المستقبل، لانه مش لعيب كبير في السن ولا لعيب صغير 24 25 سنه، عنده امكانيات كبيره جدا يقدر يقدمها لمنتخب مصر وللنادي الاهلي. النهارده حصوله على لقب افضل لاعب في المباراه اكيد مستحقه، ولكن انا لو تساليني انا كرايي الشخصي انا كنت اتمنى ياسر ابراهيم، لان انا بشوف ان ياسر ابراهيم النهارده عمل من صحيح. افضل ماتشاته زي مباراه الهلال السعودي اللي حقق فيها النادي الاهلي في 2021 كوكا، كمان في اشادات كبيره بيه، سجل وقتها هدفين ياسر. انا بشوف ياسر النهارده رائع، لو بتتكلمي على التدخلات سواء الهوائيه او الارضيه كله كسبانها، بتتكلمي على الهدف اللي سجله فتح بيه المباراه، بتتكلمي على اداؤه الرجولي في كاس العالم وقبل كاس العالم، ويستحق التواجد في امم افريقيا في مع منتخب مصر الفتره الجايه. يمكن طيب. علي معلول مختلف شويه، علي الفتره اللي فاتت مستواه بيتراجع بعض الشيء، ولكن يظل خبرات علي معلول هو اللي النادي الاهلي دايما بيحتاجها. النهارده على الرغم من ضياعه لركله الجزاء، انا بالنسبه لي قلت نفس اللي حصل في مباراه فلامينجو في مباراه المركز الثالث السنه اللي فاتت، وان احنا كده ممكن يتقلب علينا المباراه ونخسر المباراه، ولكن شفت ان علي عنده اصرار ان هو يحاول يصلح اللي عمله،
قدر ان هو يسدد التسديده حتى بعد الجول الاول، انه كان غلط فيه شويه انه رجع كرة بدماغه لكانتي اللي سجلها هدف لفريق اوراوا، لكن الناس الثالث تقلق بعدها. هو اللي سجل الهدف، حارس المرمى دخلها في نفسه، بعد كده سجل الهدف الاخير، لعب الشوط الثاني بشكل كويس جدا بخبراته، قدر يرفع الكوره. لا، علي معلول يظل هو من افضل اللاعبين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي على مدار السنين اللي فاتت من 2016 لحد دلوقتي، محافظ على ان هو قيمه ثابته في تشكيله النادي الاهلي. حسين الشحات اكيد اسعد واحد بالارقام القياسيه اللي حققها، تكلم على لعيب في سنه الصغير ده مشارك في كم كاس عالم انديه كبير جدا، تكلم على انه شارك قبل كده مع العين الاماراتي، كان سجل مع العين الاماراتي في مرمى الترجي، بعد كده سجل مع النادي الاهلي 3 اهداف، عنده 4 اهداف، هو هداف العرب في كاس العالم للانديه، بينافس كريستيانو رونالدو اللي هو اللي عنده 7 اهداف وهو هداف التاريخ لكاس العالم. الفتره الجايه ان شاء الله حسين كمان يكون موجود ويقدر يسجل اكتر من كده. بشوف ان كل لعيبه النادي الاهلي بصراحه بما فيهم محمد الشناوي برضه لازم اشيد بيه، عمل كاس عالم انديه كبير جدا وكاس عالم انديه رائع طوال الفتره اللي فاتت، عشان كده بقول لك لا، يحتاج النادي الاهلي الفتره الجايه ان هو عارف انه داخل على ماتشات صعبه وماتشات كاس سوبر وماتشات كتير جدا الفتره الجايه، لكن انا بشوف انه كاس عالم ناجح جدا 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 للنادي الاهلي. النهارده مسجل 4 اهداف قدام اتحاد جده 3 اهداف، يعني بتتكلم في 7 اهداف انت مسجلاهم في المقابل انت داخل فيكي بس يعني 5 اهداف، يمكن حتى انت كسبانه في مباراتين وبنتائج كبيره. لا، انا بشوف ده اداء رائع من النادي الاهلي. طيب اكيد حضرتك متابع انه لسان حال الجماهير كلها وهي فرحانه المهاجم، واحنا يعني دلوقتي 2.5 مليون دولار، فهل ده ممكن يخلينا نخلص صفقة المهاجم في الانتقالات الشتوية اللي جاية؟ هو الناس كلها بتربط ان القيمه اللي هتاخديها بعد المشاركه في كاس العالم بنحجي هيجيب مهاجم. يا جماعه طب النادي الاهلي فيه فلوس على فكره، يعني النادي الاهلي فيه فلوس بدليل ان هو جاب انتوني موديست برقم كبير برضه، لكن انا بشوف يا جماعه هو الاهم من الفلوس هو العين اللي هتختار المهاجم. بصراحه انا بتكلم بكل صراحه، النادي الاهلي محتاج انه يكون في عين بتختار المهاجم مع المدير الفني. الامر ما يتمش تركه بالشكل ده للمدير الفني بس مهما كانت كوميتي المدير الفني. اللي انا شفته على مدار التاريخ في النادي الاهلي دايما كنت بتشوف ان رئيس النادي الاهلي بياخد بكلامه كده المدير الفني، ولكن بيقول تحفظاته. انا كنت اتمنى ان يكون في تحفظات على لعيب يتم التعاقد معاه باكثر من 1,300,000 دولار وسنه 35 سنه. مش هيديك حاجه، هو خلاص عمل كل حاجه، مش هيديك حاجه. فانت بتتكلمي على مهاجم الفتره الجايه لازم يكون اولا مهاجم صغير في السن، لازم يكون انا بشوفه لو جنسيته انت هتجيبه من بره مصر، يعني انا بشوف ان انت ما تروحش للعيب الافريقي اللي بيلعب في اوروبا، انا شايف ان انت تروح للعيب افريقي موجود في الدورات الافريقيه سواء في تونس او في الجزائر او في حديث ان ده يتم في يناير اللي جاي ولا لسه؟ حتى اللعيبه اللي بتلعب بقى في الدوري يقول لك الروسي، يقول لك الدوري مش عارف الجورجي، الحاجات دي كلها انا بشوفها مش هتنجح في الكره المصريه. بشوف ان في مهاجمين في مصر كمان يستطيعوا النجاح في النادي الاهلي، انت بتتكلم على احمد امين اوفا مهاجم ام بي، بتتكلم على مروان حمدي مهاجم المصري، لو النادي الاهلي قدر يتعاقد مع واحد فيهم اعتقد هيفرق كمان خط هجوم النادي الاهلي، لان انت بتتكلمي على مودست اعتقد لازم يمشي، بتتكلمي على صلاح محسن اعتقد برضه لازم يمشي، بتتكلمي على طاهر محمد طاهر مش مفيد فنان بالمره للنادي الاهلي، فانت بتتكلمي على نواقص موجوده في الخط الامامي لابد ان النادي الاهلي يتم عمل حسابها في شهر يناير اللي جاي. طيب انا ببارك لك وبشكرك، شكرا جزيلا على كل هذا التحليل الكافي، شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد جمال، ومبروك لكل الاهلاويه، نصر مستحق للنادي الاهلي المصري البرونزيه الرابعه في كاس العالم للانديه، لعيبه شرفت مصر كلها على مستوى العالم، النهارده شايفين كبار الانديه بتشيد باداء النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، واللعيبه بتستعد علشان السوبر المصري في الامارات خلال 48 ساعه، فان شاء الله نشوف دايما الكره المصريه وجماهير الكره المصريه هما كلمه السر في السعاده للشعب المصري وللوطن العربي كله.